صباح الهنا والنصر مرة كمان، وخلينا دلوقتي نتابع أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة. معانا مراسلتنا العزيزة سالة حامد موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. سالة بونجور، صباح الفل عليكي وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهواندو، طبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما متعودين دايما نهواند زي ما انت قلتي هنقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وطبعا خلينا نبتدي بالفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. ويمكن طبعا زي ما كنا شفنا امبارح فريق الاول يمكن بدا يعني السنه الجديده والعام الجديد 2023، كل سنه وحضراتكم طيبين. يمكن بدا السنه الجديده بفوز مهم وبدايه موفقه، فوز مهم على نادي بيراميدز بثلاث اهداف مقابل لا شيء طبعا في المباراه اللي كلنا شفناها وفي الجوله ال 11 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم واللي اقيمت على استاد القاهره. يمكن زي كلنا ما شفنا امبارح المباراه يعني خلصت ثلاث اهداف لصالح النادي الاهلي، واللي سجل الثلاث اهداف اول هدفين لعمرو السوليه في الدقيقه 19 والدقيقه 69، وطبعا حسين الشحات يمكن اخر هدف والهدف الثالث كان في الدقيقه 94 في نهايه اللقاء. يمكن زي ما كلنا شفنا طبعا مباراه امس، ويمكن بدون راحه نهاوند الفريق الاول النهارده هيواصل التدريب بشكل طبيعي. يمكن مستر مارسيل كولر يعني قرر انه الفريق يواصل التدريبات بدون راحه استعدادا للمباراه القادمه. التجمع هيكون الساعه 9 والتدريب هيكون الساعه 10:30 على ملعب مختار التيتش. ويمكن ان شاء الله المباراه القادمه هتكون امام نادي امبي على يعني يوم الخميس القادم المقبل ان شاء الله، ويمكن ده هيكون في تمام الساعه 5 مساء، ودي هتكون الجوله ال 12 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. كمان خلينا نطمن جميع جماهير النادي الاهلي على اصابه حارس مرمى النادي الاهلي مصطفى شو، ويمكن اللي سافر امبارح للنمسا بصحبه الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي وطبيب الفريق لاجراء عمليه جراحيه في غضروف الركبه. طبعا الاصابه اللي تعرض لها الفتره الماضيه اثناء المران على ملعب مختار التيتش. يمكن امبارح كمان في تمام الساعه 7 مساء مصطفى شوبير يعني اجرى العمليه الجراحيه في الركبه في غضروف الركبه، ويمكن ده كان تحت اشراف نفس الطبيب اللي عمل العمليه لاكرم توفيق سواء في الاصابه الاولانيه او الاصابه الثانيه، وطبعا يمكن نفس الاصابتين يعني بقطع في الرباط الصليبي في الركبه. يمكن نفس الطبيب اللي عمل العمليه الجراحيه لاكرم توفيق هو نفس الطبيب اللي عمل لمصطفى شوبير العمليه الجراحيه امس. كده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى انتقل واروح لجميع الالعاب الاخرى والفريق الاول لكره السله رجال. امبارح يعني كان عندهم برضو اول مباراه في العام الجديد، ويمكن المباراه دي فازوا فيها على نادي المصريه للاتصالات بنتيجه 85-57. يمكن زي ما شفنا يعني في الفور كوارترز يا نهواند يمكن جميع لاعبي النادي الاهلي ادوا اداء متميز واداء قوي، ويمكن كمان مستر اوجاست ايبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي يمكن دفع بالعديد من اللاعبين الشباب في اللقاء. ويمكن كمان اللقاء شهد عوده حميده يعني للاعب النادي الاهلي ونجم كره السله ايهاب امين بعد الاصابه اللي تعرض لها في الفتره الماضيه. ايهاب امين سجل 25 نقطه يعني اصل منهم 16 نقطه في الكوارتر الثالث فقط، فكان في تالق كبير جدا منه ومن جميع لاعبي النادي الاهلي بالاخص لاعبي نادي الاهلي الشباب منهم كريم حاتم. لكن النهارده ان شاء الله برضو الفريق بدون راحه هيواصل التدريبات الجماعيه الساعه 6 على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، عشان يوم الخميس المقبل ان شاء الله نادي الاهلي عنده مباراه مهمه في مرحله ترتيب الفرق من الاول للثامن في دوري السوبر لكره السله، وهتكون المباراة القادمة إن شاء الله مع نادي مصر التامين في تمام الساعة 6 مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. كمان سيدات كرة السلة النهاردة إن شاء الله عندهم مباراة أيضا مهمة في بطولة الدوري، وهتكون أمام نادي الاتحاد السكندري وهتقام في تمام الساعة 6 مساء على صالة نادي الاتحاد السكندري في مدينة الإسكندرية. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان رجال كره الطايره وطبعا معاهم الكابتن ميدو مصلحي عندهم اول مباراه في الدور الثاني من بطوله الدوري المصري للكره الطايره. يمكن اول مباراه ان شاء الله هتكون مع نادي استرن كومباني وهتقام على صاله محايده وارض محايده وهي صاله المقاولون العرب في تمام الساعه 4 عصرا، ويمكن دي اول مباراه زي ما انا قلت في الدور الثاني. يمكن النادي الاهلي في الدور الاول يعني فاز في جميع مبارياته الثلاث مباريات سواء مع نادي الزمالك نادي سموحه ونادي استرن كومباني، ودي اول مباراه ان شاء الله في الدور الثاني مع نادي استرن كومباني. كمان الطايره سيدات او فتيات الذهب النهارده ان شاء الله يعني هيواصل التدريبات بشكل طبيعي
عشان يستعدوا بشكل قوي يعني طبعا للمباريات القادمه. ويمكن ان شاء الله نهاوند يعني المباريات القادمه يعني هيتشهد يعني توقف يعني الفتره القادمه لبطوله الدوري، وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه هتكون مباريات السوبر المصري او بطوله السوبر المصري، واللي هتقام بشكل مختلف شويه عن باقي الالعاب. يمكن يعني بالنسبه للكره الطايره هتقام على 3 ايام، النادي الاهلي هيواجه فيها 3 فرق. اول فرقه هتكون وادي دجله يوم 5، ويوم 6 نادي الصيد، ويوم 7 نادي سبورتنج. وبعد ال3 مباريات دول هيتم يعني تحديد مين اللي هيكون في المركز الاول والمركز الثاني الثالث والرابع طبعا بالنسبه لترتيب الفرق. والاول هيلاعب الرابع والثاني هيلاعب الثالث، وبعد كده يعني اللي يفوز في جميع المباريات هيوصل للدور النهائي. واللي طبعا اللي مش هيفوز او اللي مش هيكون مع التوفيق يعني في المباريات دي هيكون يعني هيلعب في مباراه وهي اللي هتنافس فيها على المركز الثالث والمركز الرابع. كمان يعني رجال كرة اليد يعني ان شاء الله يعني زي ما احنا عارفين يمكن في توقف دولي دلوقتي بالنسبه لكرة اليد بسبب يعني سفر منتخبنا الوطني للنمسا للسويد وبولندا بسبب طبعا المشاركه في بطوله كأس العالم لكرة اليد 2023، واللي ان شاء الله يعني هتقام يوم 11 ليوم 29 من الشهر الجاري. ويمكن اختار فيها يعني جهاز منتخبنا الوطني 7 من لاعبي نادي الاهلي الاساسيين طبعا في الفريق، وهم في حراسه المرمى عبد الرحمن حميد وابراهيم المصري، احمد عادل دوله، عبد الرحمن فيصل، محسن رمضان، مهاب سعيد، واحمد خيري. يمكن طبعا بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في مشوارهم في بطوله كاس العالم، ونتمنى التوفيق كمان لجميع لاعبي النادي الاهلي في منتخب مصر. يمكن ديانا هوند يعني كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكي لو في اي سؤال، والان لعوده مره اخرى للاستوديو الكلمه ليكي طبعا يا هوند، تفضلي. انت التغطيه بتاعتك بتكون اكثر من رائعه كالعاده يا سلا، انا بشكرك جدا اكيد على هذه التغطيه المتميزه.